نيبة بنتوحة في الثراء بيركض، راه بغيت ضل كوبي رايت نيبة الطبيب، الطبيب ديال المعجون. حياتي بات بات مو كملت نيبة شرار ونجرار، باش كيقرب العيد كيبدا يدور على العائلة بديك الإيركاط، راه زعما ما عنديش. لا راه ما كيجيوش عندي الناس برونج روف. دراري هاد البلاصة شنو سميتها في مراكش؟ هاد البلاصة هادي قيليز شنو سميتها هادي؟ باغي نكري هنا. لا شاف ليا شي واحد شي دري شي بيت، بيت في مراكش ماشي بيت، بيت يكون بحال ديال هشام ملولي في المعارف، بيت يكون كارسونيير صح، فيه دووش فيه ماكينة صابون، بيت يكون زوين بديك 12000 9000 ريال، المهم ما يفوتش ليا هذا العدد. نخل نجي خنكري خنولي نستريمي تم، هلو كنجمع الجن مع ديك خمسة العشية ونحط شي كريسي ونبرك لي حدا ديك الايركاس ونطلع مزيان ونطلع للبيت ندير لايف. فانا نبدل الجديدة دابا هنا تحضيت فيها فهمتي، اولا كيوقف عليا بنادم بحال الجمهور ديال الوداد فاش كيوقفوا على النصير يدبر عليهم، تولي بنادم كيوقف عليا تبنان ما كيصحابني ابو فلاطة كيصحابني كندخل الملايا داروني كنشفر الدولة وداروني كنشامي الاحزاب وقال لك كيدخل الملايا ربي. لا اله الا الله، لا اله يصبر. ولكن جديدة عزيزة عليا انا دابا ما نقدرش زعما نمشي، هذه هي المقود. انا بغيت نمشي راه نمشي لتركيا، عندي تركيا عندي مصر عندي شنو عاوتاني عندي فرنسا، فرنسا عرفتي شحال من مرة باغاني. لكن ما دابا هنا شو دابا المعجان وكتسمع صوت الاذان فهمتي لتحت العشاء كذا تنعس فايق، هادشي دابا فرنسا ولا تشي مراكش ترونت اترك بحال نيمار فاش شام البارسا، لماذا تغير المكان اصاحبي؟ تولي يجيك اكتئاب بزاف دابا بوحدك تما، تولي دير لايفات بزاف فهمتي. الله اخويا انا عاد الدار نمشي لشي بلاصه مقدرش، باش حال واحد كتشوفو دخل شويه فلوس كيبدا يمشي بحال داك اللصلاص هذاك مسكين هذاك الدري ولد كازا صح، هو راه ماشي ولد كازا، راه كانوا كيسكنوا في اكادير وجاو لكازا، بو عنده هري هذاك حموش، بو عنده هري كانوا كيسكنوا في اكادير وجاو لكازا في ديك 2015 وديك الهجره، داروا الهجره النبويه مشاو جاو من اكادير لكازا. بحال هذاك مسكين هذاك دابا دخل بعض الدنانير تريس على التيك توك، تريس عند تيك توك هو راه غيفهم حيت وليت كندوي بحالو دابا غيفهمني مزيان. قلت لكم هو التراس عند تيك توك، علاش؟ حيت داكشي اللي كيدخل تيك توك كتاخذ منه 70% وكتعطيه 45 كتعطيه 40%، تاخذ 70% وكتعطيه 40%، التراس عند تيك توك كتبقى تطلب في السبوعة وتطلب في النظارات وتطلب في داكشي وفي الاخر كتعطي لتيك توك 70% وانت كتاخذ 40%. وكيدير شي لي اخويا انا دابا يوتيوب ما كتاخذ ليا والو، ريال ما كتقطع عليه شي، داكشي كيما كيجي كيما كيوصل من عندي من الكونت ديال الشياج ديالي كيتحط كيعاود يتهز الكونت ديال الجمعيه ديال دار السلام اللي كاينه في تنزانيا اللي كاينه هنايا في سيداوي اللي حدا مريدة دار المسنين، هذيك جمعيه دار السلام من الكونت ديالي كيتحول الكونت ديالو فهمتي. نشرف انا براسي عليك واش تشراو اي ال دا واش تشريات كلشي تشرا كنرجع في حالاتي، اللهم قل لي الحسد انا غير المشاكل هنا تدخلش عليا فلوس. انا دابا تقلب ليا بزطامي، حتى تقلب ليا بزطامي ها هو ضاربه القحبه من هيروشيما فيها شي كفير بعث في 3000 ريال. تخرج دابا تجيب غدا وراه تاخذ غير كيلو تحمص ياك، وتاخذ شي باكيه ديال الفرماج خضر، وتاخذ شي كيلو ديال الطحين وشي كيلو ديال الانتير، غتجي غتلقى راسك بقات عندك غير شي 770. كان عنديش فلوس انا زعما، انا كنعيش على المؤونه الدول الناميه، كنعيش على المؤونه اللي سخر لي الله، كتجيبوا لي الشتا ناكله ما عنديش ثلاجه، نجيب الفريز ناكلو كلو ديال طازج كناكلو ناري ما نقدرش نخزن تموت تقولب الفلوس كنخسر ما انا كامل ما مرضونا شحال خلا وراه شيرين شحال خلات وراه هي وراجل حسام شحال خلا وراهم ديال الفلوس. لا انا بالنسبه ليا فلوس كنطب لي ما عادش كنعس انا ما كنكملش والله يا مو ديك واحد النهار بقات عندي الدراري 6000 درهم، 6000 درهم بقات عندي وشا كتصب شي 3 الصباح، جاني الناس ما خصنيش نخلي الفلوس ورايا دابا تولي ميت ولا شي حاجه،
قمرت به على ماتش في الطروازيام سيري ديال الاكوادور، الوحيد في العالم اللي مقمر عليه هو انا مع 3.5 في الطروازيام سيري. الفرقه الاخرى اللي دايره تبع ربحت بالقحبه، انا ما كنخسر فلوس الناس وهي ربحت لي ماتش مشيت 3-2 عاود شديتها ومشيت، مشيت لعبت على الدوري الكوستاريكي الدوزيام سيري بقيت تخسر ديك 8000 درهم اللي ربحتهم. هذا الشيء ما نقدرش نعس انا ونخلي فلوس ورايا، شي حاجه مستحيله ما نعرف اللوح ما اني بسرعه اني باه ايه انا تنبرصتي من التليفون اش دير هنا يا شوف ما عندي ما نخبي عليك لا تبغي انت كتبرص سير هبط هبط الرحيم اللي معيطوش لي المونديال هنا جيت. المهم السلام عليكم اخوت، انا باغي ندير براسو ظاهر كيت انسبير من ظاهر ياك ظاهر، انا عيط لظاهر يدير معايا يدير معايا بلاش سي مظاهر عنده انستغرام اهو. السلام عليكم اوكي داير اخويا سيمو بخير اوكي كنشوف دابا واحد الفيديو ديال نيبا وترى واحد خونا كيشبه لك الفيديو الاخر اللي لاحو نيبا ما عجب عليا كيت اسبيرا منك هدا ولا ما دخل دخل شوف هاد البلان هذا ضربو كوبي رايت كي داير انت بخير قول لي واش خدام في صحيفه تجي عندي دير معايا السجوات نفخو فوق الهيليوم شويه بنتي ليا غبرتي صير قلب في يوتيوب كتب حكيم بوزيكا وقلب عليا انا راه في يوتيوب مسكين غبير عليا مسكين راه كنت كنتفرج فيه كان كيعجبني شو دابا هذا اختي تانسبير انا سكنت ما كان تكونوا بخير على خير وطشناكم بزاف عييت ما نخبي لكن دابا نبقى ما يتخبى هذه احسن سوربريز ما نديرها على منور هذا كياكل النيبه من الصطايله ديال المعجون كياكل لي من اللي باقي ما فراسوش وما فراسش بنت حتى يلا جات تحفظ واخا هكاك الله يكفان هادشي الله يجعل ذنوب سي مظاهر سي مظاهر بو على هذا اللي غنقول لكم في هذا البلان عقلوا غير على هذا الملف هذا شنو غيخرج منه حتى شي يخرج منه الملف ديال الحاج جابت حتى شي يخرج حتى شي حي عقلوا عليه يلا تب كيقولوا كيضربوا الطاسه بحال هاد الماركة كيبان لك في إدارة يقول هي ضربة ويدي لك صاحبتك غتوقع حلا بهاد الروز لور تقول لي لا عالم اخر عرفتي كيفاش كتبها لي الحياة هو دابا جاي داير مقلب الليبة واو راه عالم اخر الله يخرج النهار على خير وبخير وصافي معنا صحاف الله ولا شي مصيبة كيستريمي فيفا هذا السيد مريض السكر ما مريض السكر وكيضرب المعجون نيبا دابا يدير شي فيديو كيبكي يقول انا كناكل المعجون تبيف انا ونيبا توليو هذا الدقيق ولا تنفر لي شي فيناش يا نفر شوف المهم هذا واش كاين حياته ولا لا سير 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 دابا باش تلاقى مع نيبا واو ترى كرة جاب لي شي سطل ديال الايلان كرة جاب لي سير حيط وجاب لي بيجامة الحياة وجاب لي شربين الموت نيبا واعرة صح كيخدم بروفيسيونيل ما كاينش ديك لعيبة ديال الجي ولا انتي ميتي ما كاينش غتجيب فلوس غتجي دير فيديو الله يحفظك هاني بمشامل بالمعجون الله يطولك العمر الله يطولك العمر نيبا قوده مرحبا سي مرحبا عليك عنده شي بنت ما مزوجاش نمشي نخطبها ولكن ندوي معاكم ماشي باغي ندير البيزا صاحبي عاي صاحبك باغي دير البيزا انا غنجيب الدار وغنجي عند نيبا وغنخطبها نولي نصوب انا ويا المعجون نولي نمشي عندو كادا والله نسيبي مرحبا الله يطول العمر بحالي يا صاحبي راه طميميت هو راه نقول لي الدار مقابله مع البحر الجديده هو ويولي يجي يضرب الدلاع ويولي يجي نقول لي راه كاين الفيرما فهمتي ويشوف انا عندي التفاعل في يوتيوب ترى هو يجيب لي هنا يخطب لي ان شاء الله ان شاء الله هي هذه واقع غيمشي ديك لاري ديك الخاطر اخويا غيمشي يبدا يتشلح على البوليس يبدا يبان عليا بنتي هذا يغرقك وما يسمحش لك هذا قلت له انا ضربك بعصا ودي لك باك يضرب بالعصا تعال شوف انا دابا عندي صاحبي والله فرحت بالله عيطت لي واحد السيده مسكينه من قطر لا مخو ما عرفت المنتخبات اللي دايزين هو غيمشي لقاطر اهلا
أني بالي كان كيعجبني لي تلصيص. هاني بالي كان كيعجبني هشام اللوني مالك يضرب كوب.